وليد، انت متواصل مع الصحفيين اللي هم اقرانك في الدول التانية؟ يعني هل في جروب يجمعكم مثلا؟ هل في حاجة كده عشان نعرف برضو افكارهم ايه؟ هو الفيفا بيكون حريص ان ما يحصلش اي تأثير من اي نوع او لا تواصل او الا تواصل من اي نوع. انت طبعا لو انت في معرفتك الشخصية، اكيد انا عارف طبعا لان انا كمان حضرت ايفنتات خاصة بالفيفا وتواصلت مع الصحفيين دول فيس تو فيس، ومن هنا جت الناس اللي بتصوت زيك، في مجموعة بتصوت كده زيك. بالظبط. طبعا ولكن الفيفا لما بيجي مثلا يبعت لنا الايميلز، حتى بيكون حريص انه ما يبعتش. انت عارف في ناس بتبعت رسائل جماعيه بتحط كل الايميلات مع بعض وتروح بعتها مره واحده، فانت تشوف الايميلات دي راح لمين. لا، سي سي لكل الناس، سي سي. انت لا هو ما بيعملش كده. هو بيبقى حريص علشان يضمن ان كل واحد هيحط صوته بمعزل عن اي تاثير. وكمان الفيفا بيشترط طبعا، احنا بنحط الصوت في ابلكيشن معمول خصيصا لده، طبعا برقم سري بطريقه معينه للتصويت، وبيشترط عليك ان انت تاخد سيلفي لنفسك وقت التصويت علشان يضمن ان انت بنفسك اللي حطيت الصوت وما كانش حد قاعد جنبك. طبعا ممكن حد يكون موجود، بس هي دي الطريقه اللي ابتدعها الفيفا. او بقى مكافاه على الكلام ده ولا ايه؟ لا للاسف. مال سيلفي ومكبرين الموضوع وفيفا ومشاريع ومفيش ولا دولار حتى. يلا مش مشكله. طيب لكن في الاخر انت بتساهم في حاجه مهمه على مستوى العالم. طبعا هي شرف انا افضل جايت على مستوى العالم.